إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن تابع عليهم مواسم الخيرات ومواسم الطاعات حتى يتزودوا من القربات له سبحانه وتعالى. فبعد شهر رمضان وست من شوال وعشر ذي الحجة أظلنا شهر الله المحرم، شهر الله المحرم المفخم المعظم كما جاء في الأدلة الشرعية. فشهر الله المحرم هو شهر عظمه الله عز وجل وشرفه أيما تشريف، بياناً لفضله، بياناً لفضله وترغيباً للعمل الصالح فيه. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فقال عنه: شهر الله، فأضافه إلى الله تشريفاً وتعظيماً. وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحرم، فأضاف إليه الألف واللام تبخيماً وتعظيماً. ولم يأتِ في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية هذا الشهر إلا بالتبخيم والتعظيم، وهذا دلالةٌ على فضله ومكانته، وترغيباً في العمل الصالح الذي جاءت السنة به في هذا الشهر المعظم المفخم. ومما جاء فيه يا عباد الله أنه من أشهر الله الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم بالقتال وقيل بالذنوب والمعاصي. وسميت الأشهر الحرم بذلك لحرمة القتال فيها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم القتال في الأشهر الحرم، هل هو منسوخ أم هو باق لم ينسخ؟ فأكثر العلماء على أن القتال على أن النهي عن القتال في الأشهر الحرم قد نسخ بقتال النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم ينسخ، وأن القتال الذي قاتله النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم هو قتال الدفع لا قتال الطلب. فالجمع بين الأحاديث والآيات أن الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها إلا قتال دفع. فالأشهر الحرم
معظمة عند الله عز وجل، ومنها شهر الله المحرم. وقد جاءت السنة النبوية بالحث على عمل صالح جليل يغفل عنه كثير من الناس في هذا الشهر المحرم، وهو الصيام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على أن صيام هذا الشهر المحرم هو أفضل الصيام على الإطلاق، وهو أفضل الصيام في الجملة أي في الأشهر. أما من حيث الأيام فقد تتفاضل الأيام كما تفاضل صيام يوم عرفة على يوم عاشوراء، ولكن بالجملة فصيام شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، فمن صامه كله فقد أصاب السنة، ومن أصاب أكثره ومن صام أكثره فقد أصاب السنة، ومن صام بعضه فقد أصاب السنة. والمسلم يستكثر من الصيام في هذا الشهر المعظم المحرم، ويستحضر فضل الصوم كما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يعينه على هذا العمل الصالح الجليل. ومما جاء في القرآن أن الصيام سبب لتحقيق التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء في السنة فضائل كثيرة في الحث على الصيام، ونذكر بعضا منها تذكرة وتبصرة. فالصيام يا عباد الله جنة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصيام جنة أي أنه ستر ووقاية من عذاب الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، أو باعد بين وجهه وبين النار 70 خريفا. وقد أعد الله عز وجل للصائمين بابا خاصا في الجنة اسمه باب الريان، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا أبا أمامة رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه وسأله، قال له: يا رسول الله دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: لا مثل له، أي لا مثل له في الأجر والمثوبة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمما يعين على عبادة الصيام في هذا الشهر المحرم استذكار قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل أضاف إليه الصيام تشريفا وتعظيما، وأخفى ثوابه من أجل أن يستزيد الناس من هذه العبادة الجليلة، أي أن الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه أكثر من ذلك. فلم يبين الله سبحانه وتعالى قدر ثوابه حثا للناس وترغيبا على هذا العمل الصالح. ويعظم الأجر يا عباد الله في صيام هذا الشهر المحرم
أنه في وقت شدة الحرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك. فيا عباد الله، فيا عباد الله، استعينوا بالله عز وجل واستكثروا من صيام هذا الشهر المحرم، فإنه من القربات العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم، وولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد نقمتك، فأنت أشد بأسا وأنت أشد تنكيلا. أنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.